السلام عليكم جميعا، حياكم الله وبياكم، وشكرا لنادي الفكر والثقافة على استضافتنا في موضوع مهم وحيوي، وهو بعنوان الركائز الأساسية لبدء الحوارات الوطنية في المجتمعات المتعددة. سأدلو بدلوي، وأنا واضع نقاط محددة بهذا الموضوع بحدود 40 نقطة، فسأبدأ بها تباعا، كل كم نقطة في بصمة صوتية كما أوصتنا الدكتورة العزيزة دكتورة نجاح حميد، وسألتزم بما يريده نادي الفكر والثقافة والقائمين عليه. فسأدلو بدلوي ببعض المعلومات، وعسى أن نتحاور لنصل إلى نتيجة نبدأ بها الحوارات الفعلية داخل مجتمعاتنا وفي بلداننا وبين البلدان والبلدان الأخرى. حياكم الله مرة أخرى. نبدأ بتعريف الحوار. الحوار هو شكل من أشكال التواصل اللفظي أو الكلام بين شخصين أو أكثر، ووسيلة للتفاهم بين الأفراد والجماعات والشعوب والحكومات، ويعتبر سمة حضارية لمن يلتزم بقواعده، وهو يتناول موضوعا معينا أو عدة مواضيع، وقد يكون داخل جهات في الوطن أو بين سياسيين أو بين الأمم أو العلاقات والخلافات الدولية. أما تعريف الحوار البناء، هو الحوار الذي يكمن وراء إجراءه هدف حقيقي مثمر للوصول إلى النتيجة المنشودة من ورائه، وقد يستوجب إقناع بعض الأطراف بضرورة التخلي عن بعض مبادئها أو قناعاتها في مسألة معينة، كأن لديها أفكار غير دقيقة وقد تكون خاطئة بعض الجهات المتحاورة. فهذا لابد أن نتقبل آخر، والحوار البناء أقبل رأي الآخر ورأيي، وأحترم رأي الآخر حتى الآخرين يحترمون رأيي. طبعا كثرت الدعوات للحوار في معظم الحكومات المتعاقبة وفي وسائل التواصل الاجتماعي وفي غيرها، ولا تخلو مجموعة متخصصة بعلم معين أو هدف من أهداف أو هدف معين أو رؤية موحدة إلا ونرى خلافات تطفو على حواراتها، وإننا لازلنا ولا نعمم على الجميع نرى بأن هناك من يتغافل آراء الآخرين ولا يقبلها، والبعض الآخر وهم قلة يريد أن يفرض رأيه ويلغي الآخر. هذه هي المشكلة الكبيرة، أو يعتبر نفسه على صواب دائما. ولا أريد أن أسف، لكن وددت أن أطرح رأيي قبل أن نبدأ بحوار بناء فاعل منتج ممكن تطبيق نتائجه على أرض الواقع رغم كل المعوقات. ويجب أن نعترف جميعا بأننا مختلفون، لكن يجمعنا الوطن وكلنا تحت سقفه، فكيف نتحاور ونجعل اختلاف آراءنا للتكامل وليس للتضاد؟ وتأسيسا لما تقدم، ولكي تكون كل المجاميع النخبوية الرسمية وغير الرسمية قدوة لغيرها في بلادنا، أدون ما أراه مناسب قبل أي حوار وأوجزه بالآتي، وسأدلو بنقاط 1، 2، 3، فكل كم نقطة خليها في بصمة معينة. أولا نقر بخلافاتنا في الحلول، وهذه الخطوة الأولى لبدء الحوار. لا يمكن، لو كنا مجتمعين ومتفقين على الحلول ما كان أكو خلاف. 2، استعداد تام لكل الأطراف للحوار والتفاعل والوصول إلى نتيجة إيجابية وليس المطاحنة والمكابرة، ولا نفكر بتعزيز آراء أو تفوق أشخاص دون غيرهم. النقطة الثالثة، التمتع بالمرونة التي تفرض على المتحاورين حقائق جديدة يتصور البعض إنها غير قابلة للنقاش. 4، يقبل أحدنا الآخر رغم الخلاف. 5، لا تجزم بأن الحق معك دائما.
6، الاختلاف أمر طبيعي جدا، فهناك اختلاف في التربية وفي مستويات التفكير وطريقة الفهم، ومن غير الطبيعي هو أن نجعل الخلاف بوابة لمفاتيح الفرقة والعداوة والبغضاء لا سامح الله. 7، أنا جزء من كل، ولا يمكن أن أفرض رأيي على الكل أو على الآخرين تحت أي مبرر أو منحنى أو منحى. 8، كلنا يقبل بالحوار الهادئ البناء الذي لا يستثني أحد إطلاقا. 9، التزام الهدوء وعدم الانفعال أبدا، فالسلوك العصبي سيضيع الحقائق الإيجابية التي يمتلكها الآخرون أو المتحاورون. 10، نجمع بأن الحل ليس بيد شخص أو حزب أو طائفة أو قومية أو دين أو قبيلة أو أي توجه آخر، بل الحل بجمع آراء الجميع والتحاور للوصول إلى نتيجة معينة ترضي ما لم نقل الجميع فالأغلبية. أحد عشر، ليعلم كل منا له رأي محترم وعليه احترام آراء الآخرين، وإن آراء الجميع تحتمل الخطأ والصواب. 12، التخلص من الأحقاد أو النظرة السلبية تجاه الآخر لكي يحقق ذلك الأريحية في الحوار وينتهي النتيجة السلبية بسبب رأينا المسبق تجاه الآخر. 13، يجب احتواء الحكومة للمعارضة داخل الوطن ومحاولة إرجاع من هم في الخارج، فهناك دول تستغل وجودهم وتبدأ بالدعم لا لشيء ولا لمصلحة أحد إلا من أجل تخريب وتدمير بلادنا مهما ادعوا، والأمثلة كثيرة، فخلافاتنا تسهل تدخلات الدول بلا لا بل يستغلونها. 14، الاهتمام بالانتخابات لا يعني البتة أنني أعتني وأهتم بالسياسة والسياسيين أو أنني سياسي، وأنا أؤمن بأن من لم يهتم بالسياسة يحكمه ناس لا يهتمون به، لكنها ممكن أن تكون السبيل الأسلم والأسهل للتغيير والإصلاح إذا اتفقنا، إذا أتقنا فنونها وإجراءاتها واجتمعنا على نزاهتها ونبذ أي خرق أو تزوير لنا أو لأي طرف آخر. نقطة أخرى، التفكير بتشكيل كتلة تاريخية غير سياسية ضاغطة بنزاهتها وخبراتها وثقة الأغلبية بها، وممكن أن تكون مفتاح للخير مغلاق للشر، وهنا نحتاج وقت وحوار عميق لتشكيل هذه الكتلة حيث تؤثر في السياسة ولا تخوضها. وأعتقد هاي النقطة 15 هي مهمة جدا ونحتاج حوار معمق فيها، وقد يعني تنزوي نخبة فعلا من كل بلد ومن كل جهة أنه تفكر بهذا الموضوع المهم للوصول إلى كتلة، فعلا كتلة تاريخية تؤثر في السياسة وتؤثر في الحكومات، ولكن رغم عدم خوضها السياسة. رقم 16، المهم أن نصل إلى بر الأمان بك أو بي أو بغيرنا، وقد يكون بغير مركبي طالما وصلنا إلى اتفاق ممكن العمل بموجبه. نقطة أخرى، أن أختلف معك فأنا لست ضدك ولا أنت ضدي. 18، الآراء للحوار والنقاش وليست لفرضها على الآخرين، كل منا يطرح رأيه لا ليفرضه لكن للحوار. 19، الوطن يتسع الجميع وليس لي أو لك، هذا لازم أن يفكر فيه الجميع. نقطة 20، من يؤمن بأفكار أو معتقد أو أيديولوجية معينة سواء حزب أو دين أو قومية أو طائفة أو إلى آخره لا يمكن أن يفرضها على الآخرين ولا الآخرين يفرضون عليه شيء من ذلك. 21، لا يمكن أن أفكر بأنه إذا لم تكن معي فأنت ضدي أو ضد حزبي أو الدين أو المذهب أو الله أو الوطن،
إلى آخره. يعني هذا الموضوع نجده في وسائل الإعلام مع الأسف، فلا بد أن ينتهي هذا الموضوع، فكل منا له رأي محترم. 22، يبقى الحب بيننا وإن بقينا مختلفين طوال الوقت، فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. 23، عندما نحسن كيف نختلف سنحسن كيف نتطور، ونجعل اختلافنا رحمة وليس نقمة. 24، إن لم تكن معي فلا يمكن أنت مع عدوي إطلاقا، لتتسع قلوبنا آراء الآخرين. 25، حاول إقناع الآخر بوجهة نظرك، لا أن تفرض رأيك على الآخرين. ستة وعشرين، التسامح عما سلف وحسم أي قضية عن طريق القضاء حصرا، وممكن التفكير بتشريع قانون العدالة الانتقالية لحسم ملف المظالم وإنهائه، فلا يستقر بلد وفيه مظالم. 27، الدستور والقوانين رغم ما فيها من إشكالات تطبق على الجميع بعدالة متناهية لحين تعديلها، ولا أحد فوق الدستور أو القانون مهما كانت تبعيته أو منصبه أو تمثيله في الدولة، ولا يستثني من المساءلة أحد إطلاقا. 28، لا يحق لأي طرف أن يضع الخطوط الحمراء على الآخرين، وخصوصا دعاة الإصلاح من الأطراف الأخرى. 29، خيارات رفض الحوار وقبول الآخر مرة، وقد تتطور لا سامح الله إلى إراقة الدماء، ولا يعرف ما تؤول إليه الأمور إذا رفضنا الحوار إلا الله. 30، عندما يمجد أي طرف دولة أخرى فلا تعيب على غيرك إن لعنها ومجد غيرها، هذا أمر طبيعي يعني أصبحت في المجتمعات المتعددة. 31، عندما يسمح طرف بتدخل دولة معينة فسيسهل دخول دول أخرى، لأننا مختلفون في توجهاتنا وآراؤنا، وهذا تحسمه الاتفاقات الدولية ومصلحة الوطن، لا يحدده شخص أو جهة بعينها في البلد. 32، تعدد الآراء والأفكار نعتبرها إثراء وتكامل وليس تضاد أو تخاصم. 23، لا نسمح بالقطيعة للمخالف لرأيك، ولا احتقار لرأي المخالف أو الازدراء به، ولا نكن في القلوب إلا الحب للجميع بما فيه المخالف لنا. أربعة وثلاثين، نفكر جميعا ببناء دولة المواطنة ودولة المؤسسات يتساوى فيها الجميع، ولا نفكر بتشكيل سلطة نتقاسم فيها النفوذ والمغانم والمصالح. هاي إشكالية طبعا في بعض الأحزاب والأطراف داخل كثير من الدول. لا يمكن قيام دولة أو حكومة وطنية أو محلية وفيها من المظالم ما لا تعد، فلا بد من إقرار وجودها والبدء بحلول جذرية لا فردية أو جزئية. فالحلول الجزئية لا تنهي المشكلة. 36، لا تجعل من نفسك بسبب خلافك مع غيرك موقدا لشرارة الفتنة، وحاول أن تكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ولنسعى جميعا بالوقوف ضد من يؤجج الخلاف ويسعى ويستغله، ولنترك هذا الميدان لأشخاص أهلا لحسم الخلاف، فالوطن مليء بالجروح ويحتاج من يضمدها. 37، من يتنازل عن رأيه ويتسامى عن رأيه ويتسامى عن الخلاف لأجل الوطن والمواطن يستحق كل التقدير والاحترام، فقد سئمنا الخلافات وما آلت إليه. 38، لتكن حواراتنا حوارات العقلاء الذين لا يهمهم إلا الوصول إلى بر الأمان وشاطئ المحبة والازدهار، فبها تستقر الأوطان وتعمر البلدان. 39، هذه الحوارات نحتاجها
من قبل كل الأطراف أطياف الشعب ومكوناته على اختلاف قومياتهم وتوجهاتهم السياسية والعشائرية للجلوس والتحاور، فقد تعددت الإشكالات وتعذرت الحلول، فاستفحل الخلاف فيما بين الأطراف وحتى في داخل صفوف كل طرف، وتغاضينا وتكابرنا عن وجود الخلاف، أدى إلى زيادة الاختلاف والكراهية ونبذ الآخر، فوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، وخوفنا من ازدياد الأمر سوءا لا سامح الله إن لم نبدأ بإيجاد الحلول فورا. نقطة 40 وأخيرة، فالسعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره، فلنبدأ بالحوار ولنكن قدوة لبلدان ومناطق أخرى يستمر فيها الخلاف والتهجير والقتل والتدخل الخارجي بشتى أنواعه. هذا ما وددت طرحه في هذا العنوان، وحتما هناك آراء وأفكار لأشخاص أجدر مني للخوض في مثل هذا المضمار، ففي بلادنا من الكفاءات والعقول الراجحة ما لا تعد داخل الوطن وخارجه. عسى أن يبدأ كل المهتمين بالوطن واستقراره، وهم كثر ولله الحمد، بوضع الأسس الصحيحة للحوار البناء الفاعل، فلا يمكن بناء وطن في ظل استمرار الخلافات واستفحالها، مما أدت لتدخل الآخرين في مقدراته وقراراته. والله ولي التوفيق، والله المعين، بعد إخلاص النوايا. أخوكم سعد الراوي.